نحن لسه عندنا مشكلة. صحيح المواطن ده الآن أو على الأقل الجمال ما عجبهم الحاصل، بتكلم أنه نحن يدينا في جيوبهم باستمرار وما ومضايقينهم، لكن كما تفضل الأخ الأمين العام أنا أكشولي من تحت الدولة رقم 2 في التحصيل الضرائب، تحتنا فقط ناس افريقيا الوسطى، غيرهم ما في، الكل بيحصل اكثر مننا بالنسبة للجي دي بي يعني. فعندنا مسافة كبيرة لازم نمشيها عشان نحصل 12-15% من الجي دي بي تكون الضرائب متمثلة، وبالتالي نقدر في بالتزاماتنا تجاه المواطنين. التحدي كبير، واضح جدا انه نحن لسه في التوسع في المظلة الضريبية، عندنا مسافة كبيرة لازم نقطعها. يعني هسه الواضح جدا الضريبة المباشرة هي العاملة لنا المشكلة الحقيقية. يعني الضرائب الغير مباشرة التحصيل نسبة التحصيل معقولة جدا، والناس في الغالب قاعدين يتجاوزوا حتى الربط بنسب معقولة، لكن رجعنا لورا باستمرار الضريبة المباشرة. محتاجين لجهد أكبر في أنه نمشي في الضريبة المباشرة دي، يكون عندنا قطعنا أشواط، ولازم نعرف كل زول reporting and paying، والزول ما قاعد يدفع ضريبة أنا هنصل وندفع له. في النهاية الحكاية بتمشي العكس، أنت في ناس بيستحقوا دعم في البلد ده، وبالتالي لازم نحصل من الناس المفروض يدفعوا الضرائب عشان نمشي ندفع للناس اللي ما مفروض يدفعوا الضرائب. لكن زول لا دافع لا مسلم ده أنا مفروض يكون عندنا في البلد، يكونوا كلهم واضحين في شاشتنا منو اللي بيدفع ومنو اللي نحن ندفع له. لكن الآن جزء كبير جدا من الناس ذيل لا نحن قاعدين ندفع لهم ولا بيدفعوا لنا، مارقي من الحساب بالكامل. فمهمتكم الأساسية كيف تجيبوا الناس ذيل في الشاشة. التحدي كبير جدا، بذلت جهد مقدر ونحن نشد به في العام الماضي واللي قبله، فانو توسعوا المظلة الضريبية، لكن لسه نحن نطمح في أنه في النهاية تكون عندنا مظلة حقيقية عادلة، لأنه لو برضو نضغط فقط على الناس اللي بيدفعوا ونغلص عليهم ونضطر نرفع الفئة، بقى الحكاية ما بتمشي لقدام. بدل ما نرفع الفئات ونحمل المسؤوليات أكبر على دافع الضريبة، الزول المخلص الزول المساهم، نحن لازم نمشي نجيب ممولين جدد للضرائب. التحدي الحقيقي الآن الدولة إيراداتها منخفضة جدا، لا في شركات جايبة أرباح، لا في بترول جاي، انتاج البترول انتوا عارفين انه انخفض من يعني الانفصال